والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة أور رأس المال أو رأس المال بتاعنا ومدة الاستثمار حاجة مهمة جدا وحاجة يعني بسيطة خالص، بس الأجر بتاعها هيكون كبير جدا جدا جدا. التبكير والاغتسال المشي يوم الجمعة والقرب من الإمام وعدم اللغو ده يعني بتاخد بكل خطوة أجر صيام وقيام سنة، والعمل ده فيه ساعات قليلة، يعني مش حاجة يعني شاقة على النفس أو حاجة كبيرة قوي. يعني عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة. فأبو هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية، في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وهذا الحديث مهم جدا يا جماعة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: وتبتدئ يعني يوم الجمعة من طلوع الشمس، وقيل من طلوع الفجر، والأول أرجح يعني من طلوع الشمس، لأن ما قبل طلوع الشمس وقت لصلاة الفجر. مهم جدا يا جماعة نعرف أجر بتاعنا، إن احنا هناخد بكل خطوة أجر صيام وقيام سنة. انت هتعمل ايه؟ بس ما عليك إلا إن انت تغتسل يوم الجمعة. غسل واغتسل، غسل ويخلي حد تاني يغتسل كأنه يعني جامع زوجه يعني في هذه الليلة، وبكر وابتكر يعني بكر لسماع الخطبة وابتكر أنه يجلس يعني لسماع الخطبة والجلوس قرب الإمام، ومشى ولم يركب، ذهب إلى المسجد ماشي، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، فاستمع ولم يلغو. ممكن واحد مثلا في بلاد الغرب بيقول لك: أنا بيتي يعني ساعة من المسجد. أقول له: يا أخي طيب، ما هو أنت ممكن تركب سيارتك، بس ممكن على بعد مايل وان مايل أو بعد كده خطوات ممكن تحط السيارة في مكانه وتمشي، طبق السنة. فاستمع ولم يلغو، استمع الإمام ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. يا جماعة والله العظيم أجور كثيرة جدا جدا، وربنا سبحانه وتعالى كأنه يريد أن يعني يجعل لنا أسبابا حتى ندخل الجنة وحتى نتحصل على أجور كثيرة بأعمال قليلة. فلذلك إخواني يعني مهم أول إحنا نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعايز كل اللي يسمع الحديث بتاعي يحاول يطبقه بإذن الله، عشان ربنا سبحانه وتعالى يديله أجر صيام وقيام سنة بهذه الخطوات، بكل خطوة أجر قيام وصيام سنة إن شاء الله. عندما يذهب إلى يوم الجمعة يعني يبتكر ويغسل ويغتسل ويعني يقترب من الإمام ولا يتعدى يعني يتخطى رقاب الناس، ويجلس ولا يلغو ولا يتكلم، ويستمع للخطبة وينصت إليها إن شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى يرفع درجاته ويغسل ذنوبه ويجعله في أعلى عليين بإذن الله عز وجل. أسأل أن يجعلني وإياكم من المتقبلين، آمين. السلام عليكم ورحمته وبركاته.